طبعا الكل عايز يعرف انا ازاي اتعرفت على اللغة الكورية. اتعرفت عليها عن طريق الكي دراما او كوريان دراما، بس احنا بنختصرها في كي دراما. يلا بينا هقول لكم ايه اسامي الحاجات اللي انا اتعلمت من خلالها. اول مسلسل هو مسلسل اميرتي، اللي بيتكلم عن بنت كانت غنية جدا ومتدلعة، بتقابل شخص بيعلمها ازاي تعيش. اما تاني مسلسل فهو فتيان ما قبل الزهور، وده اكتر مسلسل حبيته جدا لانه بيضم كتير من النجوم اللي بحبهم جدا، ومنهم كيم بوم ولي مين هو وكيم هيون جونج. اما تالت مسلسل كان كافي برنس او امير المقهى، اللي طبعا قصته عارفينها ان بنت بتستخبى بشكل ولد علشان تقدر تشتغل في المقهى. ونيجي بقى لقبلة مرحة اللي اشتهرت البطلة بتاعته أوهاني مع كيم يون جونج أو بيك سون جو، لحد ما هي قدرت تتجوزه. ودرامة صياد المدينة وأحباء القمر ولايف والورثة وولدة مجددا. أما من أكتر المسلسلات اللي بحبها هي المدرسية، مسلسل المدرسة 2017، زي ما انتوا شايفين اسمه بالانجليزي سكول 2017، ومسلسل جولبان او الشبح وهيلر. اما بقى المسلسل اللي كل الناس بتحبه جدا هو الملك الابدي لمن هو، وفي خدمتك الموت، وده كان في السنة 2020، والمرأة القوية والجمال الحقيقي، ومسلسل أسطورة البحر اللي بتطلع منه حرية علشان تروح لحبيبها، وما خطب السكرتيرة كيم اللي كلنا عارفينه، دراما كوميدية جدا، وده فيلم من الأفلام اللي حبيتها. وبرضو معانا الزيول التسع الخرافي أو الأسطوري، ومسلسل اللي بحبه جدا باد أند كريزي، والبطل فيه هو لي دونج ووك اللي كان عنده حالة نفسية أثناء المسلسل وبيكتشف إنه هو نفس الشخص المجنون.